بس شعروا بهذا بدي راح اعملكم طريقتي كثير سريعه وكثير هاي اللي تغطوا فيها التحويط تحت العين. I simply use corrector وconcealer وthat's it. بس أهم شيء إنكم تعرفوا شو هن the right products رح تستعملون على وشكم. So إذا حابين تشوفوا كيف أنا بغطي تحت عيوني بس كيف ماشي. So مثل ما شايفين الأندر آي باكس تبعولي they're pretty bad لأنه كتير بسهر وبشتغل وكل وقت على الكمبيوتر لما بعمل editing so كتير بتعب العين. أول شيء حبلش فيه هو الكلينيك موسترايزر للعين هو آي كريم بيرطب كتير منيح. لما تكون العين مرتبة أو تحت العين مرتبة الزيوح بيخفوا يعني بصير التشقيق تبع الكنسيلر بيخف وهو بيبين قد كيكي وبين سموث أكتر ولازم يكونوا مرتبين هذه المنطقة كتير 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 منيح. فأريد أنا كنت حاطة هذا الكريم وأنا محط الفاونديشن وهلأ حانتقل البرودكت الثاني. سو تاني برودكت حبلش فيه هو ديس كوركتر من ماك اللي هو اسمه بيور أورنج. كتير بحبوا هذا الكوركتر لأنه عن جد تووركس كتير منيح على التحوية تبع العين ونفس الوقت ما كتير بيبين كيكي أو ما بيخلي الكنسيلر يبين too much. فحأخذ نتفة بإصبعي وحطه على just محل ما فيه لون عابق تحت العين. وحطه بإصبعي لأنه بس بدي أعمله هيك بلندنج خفيف أول شيء بعدين حأرجع أعمله بلندنج بالبرش. بس مثل ما كنت شفت نزعت هذا اللون على محل ما فيه لون عابق تحت عيني لأنه هذا اللون بيضوي هذه المنطقة لما بتحطه فوق كنسيلر بنفس الوقت بيخفي شوي أو بيعمل هيك بيروح اللون أو الزراء أو الخضر اللي تحت العين. وهلا حعمله بلندنج بهذا الجلوسي ميك اب كنسيلر برش حوزعه كتير منيح بس على محل السواد ما بدي يمتد على كل وشي. وهذه البرش رقم 3 من جلوسي ميك اب. I love her brushes بيعقدوا. في اوبشن تاني او تالت لتحت العين هو هذا الكوركتر من ماك اللي هو اسمه كونسيلر كوركتر بيجي باللون البيتشي على بالزهر شوي واللون الاصفر. هلا انا اوريدي حطيت اورنج تحت العين فيكم تستعملوا هذا لتضوا الكونسيلر اكثر فانا ما حاستعمل حاكتفي بس بالكونسيلر فوق هذا الكوركتر. بس اذا حابين تجيبوا هذا البرودكت this is an amazing product وبديل كثير حلو للاورانج. يعني اذا ما عندكم تحويق كثير اوفر هذا is perfect. اذا عندكم تحويق كثير قوي الاورانج او الكوركتر الاورنج اللي استعملته اول شيء هو الحل لكم. So بالنسبة للكونسيلر the best concealer بالنسبة لي هو من ماك. حابين هالفيديو كانوا دعاية لماك بس I swear هدول البرودكت شريتهم مني انا and عن جد عن جد I love these products. اكثر كونسيلر بنحكى فيه او اكثر كونسيلر دايما sold out هو الماك برولونج لانه full coverage ما بيبين كثير كثير كيكي اذا حطيته بشكل مضبوط. وكمان الحلو فيه انه ما في داعي تثبته بباودر لانه بينشف ليصير فلوس وبالصور بيطلع بيطلع عالو. اهم شيء بالنسبه لنا هلا هو السيلفيز. سو السيلفيز بيطلع كثير حلو اللي هو ماك برولونج وير كونسيلر. الرقم تبعي هو MC20 فبحط بامب واحدة بس ما بدي اكثر من بامب لانه كثير بيتوزع او كثير بيمد هذا الكونسيلر. بهذا الكونسيلر برش ميك اب فور ايفر حاخذ الكونسيلر اللي حاعمله هو اني حوزعه بشكل التابينج حاعمل مثل مثلث هون ما بدي مده كثير لبرا بده بالبلندنج لبرا ذاتس ات. ومثل ما لاحظتوا كمان ما قربت كثير على عيني لقدام حاعملكم زوم اكثر. سو مثل ما كنتوا شايفين ما كثير عملت او طلعتوا الكنسيلر لفوق لانه بصير ببين كيكي اكثر اذا طلعتوه لهون. وبالنسبه للبلندنج تبع الكنسيلر فحاستعمل هذه البرش من ستيغما اللي هي التيبرد كبوكي بالرقم F86 يعني F86 وهذه البرش بتغنيكم على بيوتي بلندر اذا ما عندكم بيوتي بلندر لانه اميزنج لتحت العين. فاللي حاعمله هو اني حاعمل تابينج ما بمسح جست طبطب لحتى اوزع الكنسيلر. وبنزل شوي الكنسيلر لهون لحتى يشقل لي الخدود. كمان بده لبرا هذا الشكل. بهذه الطريقة مثل ما شفتوا خفيت كل شيء تحت عيني بشكل حلو بشكل نظيف بشكل ناعم ما كثير انه كان في ميك اب على وشكم. So yeah, that's the result. إذا بتحبوا آخر شيء كمان فيكم ترجعوا تقطعوا ببيوتي بلندر جست لتعملوا بلندنج لكل الاطراف جست يكون كله مدموج بشكل حلو مع بعضه. سو هلا حاعمل هيدي العين وبرجع لكم بس بدي اقول لكم تب صغيره انه دائما
خلصوا كنسيلر للعين بعدين انتقلوا على العين الثانيه. يعني ما توزعوا الكنسيلر على العينتين وتخلصوا عليه وترجعوا له، لانه هيك بيكون نشف الكنسيلر ولزق على السكن، فبيقعد بقى البلندنج تبعه بيكون نظيف وبين كيكي. فدايما خلصوا عين وانتقلوا للثانيه. اخر ستيب لحتى تضوي تحت العين ويكون كثير بشكله حلو بالصور وكمان على لايف، هو انكم تستعملوا هيدي الباودر اللي هي بتجي كثير رقيقه خفيفه من ماك اللي اسمها امفسايز، هي خصيصا لتحت العين. حلو فيها الباودر انها كثير ناعمه كثير رقيقه، ما كثير بتعمل كيكنس وبتجعد تحت العين. ف هاخذها بهيدي الريل تكنيك برش بشكل كثير خفيف، جست طبطب على الكنسيلر لحتى تضوي اكثر. هلا اخر شيء حاعمله هو اني حظبط ارجع البلاش. عم استعمل الهوت ماما بلاش من دبوم. حلو هذا البلاش لانه كثير في لمعه حلوه، هايلايت وبلاش بنفس الوقت. وفيكم اذا بتحبوا تضيفوا هذه الفاينل تاتش انكم تحطوا هايلايتر على التشيك بونز، لانه الهايلايتر على التشيك بونز بيسحب العين، يعني مش بيسحب العين، بيسحب النظره تبعت غيركم او بخليها تركز على الاشياء اللي بدكم تبرزوها بالوش. يعني لو بتحطوا هايلايتر على التشيك بونز دغري اول شيء الشخص بيشوفه على وشكم هو الهايلايت، فهيك بيروح يعني ما بقعدش بقى بيعطوا اهميه لتحت العين او التحويط تبع تحت العين. فانا ححط جست ليتل بيت لانه اوريدي البلاش فيه شيمرز، فحط جست نتفي على التشيك بونز لحتى اشقره بنفس الوقت تغلب النظره تكون على التشيكس. وهذه هي النتيجه النهائيه. هلا يمكن تحسوا انه كثير كان ضوي تحت عيني، انا بحب يكون هيك هالقد فاتح وضوي. اذا ما بتحبوا انتم فيكم سمبلي الباودر ما تستعملوها او تكتفوا بالكنسيلر بباودر ثاني رقيقه او انفيزبل باودر لتثبتوا فيها الكنسيلر. بس that's what I love to do. وان شاء الله تكون نفعتكم بهذا الفيديو. So that's it الفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو اللي بيجي كثير سريع وكثير كويك وايزي لحتى تغطوا فيه التحويق تحت عينكم بستبس كثير مسريعين. بدي اقول لكم شغله قبل ما اختم هذا الفيديو، شفت كثير ناس عم بتحكي او عم تعمل عن انه فيكم تستعملوا الليبستيك على تحت العين، الليبستيك الاحمر لحتى يغطي التحويق. اوكي يو كان يوز كوركتور لونه احمر او اورنج، بس ما فيكم تستعملوا الليبستيك تحت عينكم. لقلكم ليش؟ لانه الليبستيك التكستشر تبعته اتس كومبليتلي ديفرنت من الكونسيلر. الكونسيلر معمول خصيصا لحتى يناسب الجلد تحت العين، اما الليبستيك هو حيكون مات. اول شيء ما تحطوا شيء جلوسي تحت العين، فحيكون مات. عم تحطوا شيء مات يعني معمول لانه ينشف وينشف، فتخيلوا عم تحطوا شيء عم ينشف تحت العين. سو نو ذاتس نوت غانا ورك. هذا جست اشياء هيك هاكس كثير سريعين لحتى يو نو ideas. بس no we cannot use lipstick at line. So yeah that's it. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. اذا حبيتوا بليز لايك وسبسكرايب تو ماي شانل، قولوا لي شانل كمان، وما تنسوا انه في اللينك بالديسكربشن بوكس اذا فقستوا عليها بتاخذكم على فيديو ثانيين متواصلين او له علاقه بهذا الفيديو مثل اساسيات الكونسيلر، فيديو ثاني عن تحت العين مستعمل فيه كوركتر كونسيلر كوركتر ماك. So yeah ما حكيت الحكي. باي باي and I love you so much.